أثر على المرأة العربية تتكون امرأة قوية، امرأة ناجحة؟ هول اللي عن جد بهمون إن يكونوا عم يلحقون الناس، أنا أقدر أثر عليهم. معكم جوال ماردينيون بهالحلقة اللي هنحكي كتير عن السوشيال ميديا بلاتفورمز تبعولي وكيف أنا بستخدم هالسوشيال ميديا حتى أدعم المرأة اللي صير عندها ثقة أكثر بحالها. وأعطيها عن جد The Women Empowerment Message. أنا بقول الشغلة اللي وصلتني لهون اليوم هي الإصرار اللي عندي إن أنجح أي فكرة بطلع فيها، فإذا بطلع بفكرة جديدة لبزنس جديد ما بقدر إنه أبرم ظهري عليه، بدي ضلني مصرة لتصير هيدي الأيديا نجاح كثير كبير. بونجور، كيفكم؟ تفضلوا 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 فوتوا على بيتي. اليوم رح ضلكم معي كل نهار، اوكي؟ ورح احكيكم عن كل شيء بيرسونال لإلي، واصلا فايتين على قلب بيتي. رح نعمل شوية جولة بالوردروب تبعي، ورح اعمل سبور مع كوتش مايك، وبكون تجوا معي على المكتب عندي ميتنج، واخر شيء رح اخذكم على كلينيكا جوال واعرفكم هونيك على الكلينيك، ورح احضركم نهار كله معي وان شاء الله تنبسطوا بهالحلقه. اكثر اوضه ببيتي كله بحبها، يعني ولا الصالون ولا اوضه السفرة ولا اوضه التي في ولا شيء غير اوضتي، بحب اوضتي كثير لانه بتعمل لي ريلاكسيشن، ومثل ما كنتم شايفين بفرجيكم كلها بيضة. كلها 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 بيضة، وأنا بعرف إنه في كتير عالم ما بيحبوا البومة، بس هي البومة للتليين it represents good luck, wisdom, ذكاء، so بحبها كتير. هيدي اشتريتها من ألمانيا، وبحب كتير الأرت، كتير بحب الأرت بالبيت، تحت ما بقى عنا ولا حيط بنحط عليه أرت، بحب الأرت، بحب الفوتوغرافي. عن شو كنت أخبركم؟ خلص I think هيدي هي، so this is my favorite room in the house. وهون موجودين تيابي وغراضي وعويناتي شوزاتي، مش هون بكون شوفوا الشوز. تعالوا اخذكم تعالوا اخذكم برمي فرجيكم الشوز. الشوز محل كومبليتلي مختلف. في عندي واردروب تاني فرجيكم هون. تارارارا تارا، هول الجزادين يعني بخاف عليهم اكثر شيء. تعالوا اخذكم هون. لا 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 لا، اوكي مثل ما قلت لكم هون انا بعمل الميك اب، وهون شوف هلا في عجقة لو كنت عم بعمل شعري والميك اب تبعي، بس هون انا في عندي الشوز. هلا هول كلهم شوز جوا، هول هون على اليمين والشمال كلهم شوز، وهون كمان كله هيدا شوز. شوفوا شوز شوز. عن جد بحس انه عن جد كل مره على طول بتحس حالها قد ما عندها شوز كأنه بعد ما قصها شوز، صح؟ أكيد في كتير عم بيحضروني بيكونوا معي بهذا الرأي. و this is my favorite mirror، شوفوا. اوكي، اتس كلها أضوية تشوف الميك اب صح. و I love you so much. Thank you.
السوشيال ميديا عم بتساعدنا كتير هالأيام، خاصة للبزنس، لأنه عم بتخلينا نفرجي المحبين والجمهور والفانز والكلاينتس، عم فرجيهم قدراتنا، عم فرجيهم شو موجودة عنا بالبزنس. وكجوال عم بتخليني أتقرب أكتر من الفانز تبعولي، عم بتخليني يعرفوا إشي أكتر عن حياتي، وعم بتخليني يكون في عندي، إذا عندي مسج للفانس تبعولي اقدر احطه على السوشيال ميديا. لما فوردز عطوني نومينيشن انه انا من اكثر 10 نساء مؤثرين على السوشيال ميديا، اكيد كنت كثير مبسوطه، بس انا بعرف انه هيدي ريسبونسبيلتي كثير كبيره، وعشان هيك انا بجرب قد ما فيي، انا مش بس حط صور حلوه لإلي، اكيد كلنا بنحب نشوف صور حلوه على السوشيال ميديا، لكن انه اثر على المراه العربيه لتكون امراه قويه، امراه ناجحه، اذا كانت بنت صبيه صغيره انه تعرف انه لازم تتعب حتى توصل للاماكن اللي هي حابه توصل لها، وفوتن على حياتي اكثر، خلوني يشوفوا قديش انا بعطي وقتي لاولادي لما اكون عم بشتغل، قد انا بحب الطبخ، كيف بحب ربي اولادي، كيف بغنجهم، كيف انا صراحة كلمتي بالبيت ما بتصير اثنين مع الولاد، قد ما بغنجهم وقد ما بدلعهم كثير ويل بيهيف. فهيدا يعني اللقب هو رائع، لكن انا بجرب على طول انه استخدمه حتى اعطي عن جد ومن امباورمنت لكل العالم والفولورز اللي عم يلحقوني. النصيحة لأي فاشينيستا عم تسمعني إنه تعبي، يكون عندك فيجن، خدي ريسك، حطي استثمار، بني شيء يبقى لإلك من هالشهرة، هالشهرة ممكن تجي وتروح، لكن البراند اللي أنت بتبنيها ولا ممكن تروح إذا أنت حابة تنجحيها ومصرة إنك تنجحيها. بكل هالسنين وجودة على السوشيال ميديا بنيت فانز على الانستغرام حوالي 9 مليون، وعلى الفيسبوك حوالي 3 مليون، على السناب شات الفيوز تقريبا 900,000 شخص ب 24 ساعة، وعلى التويتر حوالي 300,000. انا تقريبا كل ما بدي اكون عم بتفرج على السوشيال ميديا بيجي لهون اللي عندي على الاوضه، لانكم شايفين اوضتي بيضة وكوايت ومريحه، وبقعد على التخت وعاده بشرب قهوه. اذا كنت بالبيت بعد الظهر بشرب قهوه بشرج الانرجي تبعيتي. وهلا خلينا نشوف شو بيعطينا الفانز وشو عنده سؤال لي. هلأ عن جد لأنه في عندي 8.7 وشي مليون عم يتابعوني على السوشيال ميديا، ولا مرة بحياتي طلعت مين بيلحقني، سو ما بدي كذب عليكم أقولكم أنه أنا بقعد بشوف لأنه العدد كتير كبير، وما بعرف مين بحب أنه يلحقني. مين بحب أنه يلحقني؟ يمكن كوين رانيا، بس هي تلحق شخصين بس فصعبة أنها تلحقني. أما أي حدا يعني ممكن عن جد اللي بحب إنه يلحقوني هن العالم ممكن يتأثروا فيه، خاصة الصبايا الصغار يلي ممكن يشوفوني كإلهام لإلهم، وهالشي شجعهم إنه يعملوا شيء كتير حلو بحياتهم. هول اللي عن جد بهموني إنه يكونوا عم يلحقوني الناس، أنا أقدر أثر عليهم. جويل، أنا بتابع بعض الحلقات من حلقاتك وحابب أسألك سؤال لو سمحتي، مين مصدر إلهامك؟ يعني عن جد أنا في عندي كتير رول مودلز، وكل فترة فترة بتغيروا الرول مودلز تبعولي، بتأثر كتير بقصص نجاح لعالم حقيقية مثل ماني باكياو. ماني باكياو ما حضرت له دوكيومنتري من شي 3 سنين، ولليوم بضلوا بيجي على راسي نجاحه وكيف وصل لهالنجاح.
بليز اذا مش حاضرين هالدوكيومنتري بلكم كلكم روحوا حضروها. كانت من زمان اوبرا وينفري، كان عمري 13 سنه، كانت هي كثير يعني الرول موديل الكبيره لإلي. ريتشارد برانسون انا وصغيره كمان كنت عايشه باليو كي، فكل شيء انا كنت بعرفه باليو كي كان رول مودلز لإلي. بي كثير وامي كثير، امي لعده اسباب، بي لقديش كان يشتغل، انا واعيه على بي بيشتغل كل يوم بحياته، ما كان يقطع نهار انه يجي معنا على الثلج، اما يجي معنا ياخذنا على مدينه الملاهي، كان كل الوقت راسه بالشغل. هول كلهم هن جزء من جروب لاشخاص بيعطوني كثير الموتيفيشن. أنا كتير مبسوطة إنه بشغلي اشتغلت مع كتير مشاهير وعلى الريلوكينج تبعهم، وواحدة منهم هي لينزي لوهان بتجي على طول عنا على الميزون دو جوال وعلى كلينيكا جوال. لكن إذا بقول أنا مين بحب إنه أعملها ميك أوفر، بحب أقلبها بطريقة تانية وبحب أقول أنا مين بحب شوف كيف بنعمل عليها الشعر والميك أب، كيف بتجهز حالها. هن أكتر من شخص. أول وحدة عربية هي هيفا وهبة، بشوفها إنه هي شيز ذا مارلين مونرو تبع العرب، لأنه عن جد يونيك، قد ما العالم جربت تقلدها ما حدا بيشبهها. تانية بحب شوفها عم تتجهز وشوف الميك أوفر تبعها هي جينيفر لوبيز، لأنه بنشوفها أوقات بلا ميك أب أبداً وبلا شعرها وبلا لبسها، شكلها مختلف. فا I would love to see هالتحضير قبل ما هي تظهر بهاللوك الرائع اللي بنشوفها فيها. والثالثة هي كيم كارداشيان، بنشوفها polished مثل ما بيقولوا، يعني image of perfection. هلا تقريبا بعد عندي بس شي دقيقتين هون على السوشيال ميديا، وبعدها بدي احضر حالي لانه جاي كوتش مايك وبديكم تجوا تشوفوا التريننج تبعي. بس انا طلبت منه ما يقسى علي اليوم كثير حتى ما تشوفوا الويكنسز تبعولي. بس يلا تعالوا معي. So we go. Ready for training? Yes, I am. Yeah. Are you? Yeah, I'm ready. Here we go. Let's go. Come on. اوكي نحن هون على طول بنجي انا ومايك بنعمل سبور، واليوم بدنا نشتغل على الاجرين. سو جو اون ليتس دو ذا نيكست لانج. صراحة أنا صار لي فترة عم بهمل الرياضة، لأنه عن جد يعني بحب كون عند الشركة وحدة كون مش ملحق عاشي. أنا بين كلينيكا جوال وميزون دو جوال وجوال باريس and the brands that I support وولادي الأهم شيء بحياتي. يعني ما كنت عم بعطي للرياضة لقد أهمية، مع أنه أنا كنت يعني 5 أيام 6 أيام بالأسبوع عم رياضة. مايك، how many times I used to do exercise with you a week؟ Every day, five times a week. شفتوا ما عم كذب؟ Minimum 5 times. شفتوا ما عم كذب؟ بس كل ما اعمل سبور مع مايك بحب انه احط على السوشيال ميديا حتى حمس كل الصبايا، انه لو كنت حياتكم كثير بيزي، وصدقوني ما حدا حتكون حياته بيزي اكثر من حياتي، ضروري تعطوا وقت للرياضه. سو امبورتنت. اوكي هلا اليوم في كمان فيزيت للاوفيس. هاي روز، هاو ار يو؟ هذا الاوفيس هون هو عباره عن الباك اوفيس صراحه. هاي، فيو الاكاونتنتس، فيو الاتش ار مانجر، فيو الكريتيف تيم، كل شيء سوشيال ميديا، ماركتينج، بي ار. فهون ما بيجوا زباين،
فشوي الأوفيس يعني فيه بوكسز، هذا أوفيس is a working office حقيقي. So بدي اليوم عندي ميتينج، وأنا أكثر شيء بهتم فيه بالشركة هو البراندينج والسوشيال ميديا والماركتينج وكل شيء هو بخص to promote my businesses. وأكيد على أوقات يعني لما يوصلوا الميتينجز لأشياء to sign contracts أكيد بوقتها كمان بكون أنا كتير involved، بس أنا وجوزي قاسمين الشغل. تعالوا شوي، هيدا هون مكتب جوزي، أوكي بيجي هو تقريبا كل يوم على الشغل، وجوا في التيم تبع السوشيال ميديا and the area manager لا ميزون دو جوال. تفضلوا. هاي، هاو ار يو؟ يو جود؟ كيفكم؟ رح اقعد هونيك، شو رايكم؟ هيك بشوفكم كلكم. يا اوكي سو اليوم نحن عم نعمل هيدا الميتينج. I want to be 100% now in charge of every single thing. Each one of you, I need that report from Giorgio, from you. We did this online. We did this over the week. You have to take note every day. We all understand social media very well because we plan it together. This is the way I see us moving forward. The only reason she wants to come because she wants to work for the Joelle group. Every post, even if she would tag me this small, come to me and say, Joelle, look, we've bought all this. At the end of the day, this is social media. Yeah, of course. That will give us different options. Okay? I want to be part of your team. I don't want to stay in the same mood of editing. Everything that has been filmed, you will give me those shots and you will give me this edit. So I will say goodbye for now. Prepare everything. جهزوا كل شيء next week. خلص يلا باي. باي. جهزي يا بوكيت، فتحي على الكالندر. I love you all. باي. باي. هلا اخذتكم معي على كلينيكا جوال. الكلينيك اللي شو بدي اقول لكم، بتخلي كل العالم يكونوا كثير مبسوطين، ومكان الجمال واحلى محل انا بحبه. يلا تعالوا معي. انا اول شيء بحب اقول انه الحمد لله ما عندي كثير ناس بيكرهوني، اما ناس بقول انه لا برقص ولا بغني ولا صار لي بطلع على الشاشة 14 سنة عم ساعد العالم بهالبرنامج، عم بحقق لهم أحلامهم، فالعالم بينظروا لي بطريقة حلوة الحمد لله. أكيد ما في كذب وأقول لكم إنه ما بيجيني ولا كومنت بشع، بس أنا على طول الكومنتس البشعة ما بعتقد من زمان كنت أتأثر إنه تي في ما بيخليني أسمع العالم شو بتقول. فلما أول بلشت السوشيال ميديا كنت أقول معقولة إنه في عالم لقدي لقيمة، في عالم لقدي وقحة، كنت اتضايق. هلأ خلاص تمسحت مثل ما بيقولوا، وما في إشي كتير بشعة. في أوقات عالم هنن بلا تهذيب، يعني هنن ما بعرف شو في براسهم، فهو دغري بعمل لهم بلوك. والعالم سموك تقولي واحدة هي إيه انت مانك حلوة، بمحي للمسج ما بعملها بلوك، بقول أوكي إن شاء الله next time. هيك يصفى قلبها وتعرف إنه أنا إنسانة مثلي مثلها، وانا ما حدا بيجي بيحكي شي شر للتاني. So هول العالم بحب عزون another chance، بس ما بدي اترك كومنتس بشعة على البيج تبعيتي. انا عطول بقارن بقول انه اذا انا فاتحة بيتي لكل العالم حقرضى شي يجي حدا على بيتي ويسبني، اما يقول اشي بشعة عني، اما ينتقد انا كيف عم بربي ولادي، اما ينتقد اي شي عني، اكيد لا وما حدا بيسمحها. لو نحن يعني هالشي موجود بحياتنا بنشحطهم برا البيت. فانا نفس الشيء البلاتفورم تبعتي هي بيتي، هذا مكاني انا، فبدي شجع فيه الاشياء الحلوه الايجابيه، ما بدي شجع الناس اللي قاعدين على السوشيال ميديا كرمال بس يكونوا سلبيين. وهلا بدي اقول لكم ويلكم تو كلينيكا جوال. بافتتاح كلينيكا جوال I think كان هيدا أجمل نهار وليلة بحياتي. I will never forget that. أهلا وسهلا بكلينيكا جوال. Welcome to كلينيكا جوال. Please.
اهلا وسهلا فيكم بكلينيكا جوال. يلا تعالوا معي بدي اعملكم تور كثير حلوه. يلا فهلا بدي احكيكم عن هيدي الغرفه اللي هي عن جد انا بحسها انه رمز اول عياده لكلينيكا جوال، لانه انا هون عملت التغيير لاسناني، عملت ديزاينر سمايل يعني فرجيت هالشيء قدام ملايين العالم ببرنامجي. وانا حابه اقول لكم انه بكلينيكا جوال نحن بنحب نغير حياه العالم، وي لايك تو جيف ذم امباورمنت للرجال والسيدات، لانه انا بامن اذا الواحد في شيء جواته مش حاببه لازم انه يفك حاله عن هالعذاب. فاذا هو ما بحب شغله يغير شغله، ما بحب اصحابه يغير اصحابه، ما بحب شيء بجسمه ممكن يغيروا. هالايام صار عنا نحن كلنا تشويس. فهيدي هون الغرفه، كمان غرفه البلاستيك سيرجن دكتور محمد. هون كثير عالم بيجوا بيعملوا مامي ميك اوفر، بيكون مثلا عندها اولاد وبطلت حابه جسمها، ما حابه بطنها، مش حابه صدرها. فبهيدي الغرفه نحن بنساعدها تتحصل على لوك هي تحبها يعني تو بي فري، تحس حالها انه هي ما بقى التعاسة عم بتشدها لورا، تحس حالها انه هي شيز ا فري بيرسون ومبسوطه وتغير ثقتها بحالها ونظرتها للحياه. سو الحلو انا بقول على طول انه كل حياتي من انا وصغيره على طول فتت بكل شيء اللي هو بوزيتيف. بالاول من زمان يعني كنت قبل ما اكون ميك اب ارتست كنت اعلم رياضه، ممكن هالشيء كنت انا اعشق، انا كثير بحب الرياضه وكنت احب انه اعلم العالم وانكورج ذم انه هن تو تيك كير، ينتبهوا على جسمهم وعلى حالهم. ونحن كلنا بنعرف اللي بيعملوا كثير رياضه بيكون عندهم طاقه كثير ايجابيه. من بعدها صرت ميك اب ارتست، صرت اعلم الميك اب، وانتم بتعرفوا ببرنامج كنت كثير اعمل توتوريالز، وقبل ما يكون في سوشيال ميديا كنت انا اعمل اول توتوريالز اعلم فيه الميك اب على الهواء. هذا كله لانه بدي العالم تكون مبسوطه. سو تعالوا معي، أنا حلمي يكون في عندي كلينيكا جوال بأوروبا، حابة يكون في هالبراند هيك تعطي فخر لكل بنت عربية تشوف براند عربية وصلت لنجاح كبير ووصلت لأوروب، لندن، باريس، ميبي ميامي، ألي، I don't know، بس على قليل يوروب وبعدين إن شاء الله أمريكا. I would really like to do that، مش بس باسمي، باسمي وباسم كل مرة وامرأة ورجل عربي. This is it. This is كلينيكا جوال. هون عنا كل اختصاص لنخلي الامرأة تحس حالها مبسوطة وعندها ثقتها بحالها، وإن كان قبل الأولاد بعد الأولاد الصغار والكبار كلهم بنراعي لهم قصتهم وشعورهم ومنوجههم اتجاه الصح. سو كتير ضروري إنه يكون عنا هالمصداقية. وأنا على طول بحس إنه كل الأطباء سبحان الله، كل الأطباء اللي بيجوا معي تفكيرهم مثل تفكيري، يعني أول شيء هن أطباء وبيخافوا على صحة الكلاينتس، وتاني شيء بحبوا يساعدون حتى يحسنوا لهم من حياتهم، فهذا الشيء كتير مهم. ان شاء الله اليوم تكونوا انبسطتوا بهالحلقه، وبتمنى انه هالحلقه تكون اعطتكم هيك بوزيتيفيتي، وتكون خف عنكم الخوف انكم تغيروا بشيء انتم ما بتحبوه بحالكم. صراحه انا بحب انه حياتي كلها تكون كلها بوزيتيف، وكون حوالي كل العالم يكونوا بوزيتيف، وكل تغيير انا اعمله يكون كمان بوزيتيف. واخر شيء اللي بدي اقول لكم اياه انه عن جد انا بتمنى 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 انه اي حدا منكم عنده حلم ما توقفوا على الحلم، خلوا الحلم يصير حقيقه، اشتغلوا انه هذا الحلم تبعكم يصير حقيقه، لانه هيدا كان حلمي وصار حقيقه. الناس كثير بيثقوا فيي، وهيدي نعمه من الله، لانه لو ما بيثقوا فيي ما حيتابعوني.